أحمد من العراق يقول: ما يصنع من الطعام أو يهدى من الطعام بمناسبة المولد النبوي، هل يجوز الأكل منه أو قبوله؟ أولا، المولد النبوي بدعة، والمحققون من أهل العلم يرون أن الاحتفال بالمولد النبوي أنه بدعة محدثة، وذلك لأن فيه تعظيم زمن مخصوص يتكرر كل عام، وهذا هو معنى اتخاذه عيدا. ولهذا لم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم، وهم أسوتنا وقدوتنا، وهم خير الأمة، وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، ولو كان مشروعا لفعلوه. ولذلك فالمحققون من علماء الإسلام يرون أن الاحتفال بالمولد النبوي أنه بدعة محدثة. لكن الإنسان إذا أهدي له بهدية مما يصنع في هذا الاحتفال، فالذي يظهر أن قبول هذه الهدية أنه لا بأس به، تخريجا لهذه المسألة على ما ذكره أهل العلم من أنه إذا أهدي للإنسان هدية من الكفار في أعيادهم فيجوز له قبولها إذا لم تكن مما يذبح، وذكر هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم. فإذا كان هذا جائزا بالنسبة لأعياد الكفار، ففي ما يفعله المسلمون مما فيه مخالفات شرعية يجوز من باب أولى. نعم.